كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى؟ يرى بعض العلماء أن العمرة لا تكرر في السنة، وإنما تكون العمرة في كل سنة في مرة، ويرى آخرون أنه لا بأس بتكرارها، لكن قدروا ذلك بنبات الشعر لو حلق، وقد روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا حمم رأسه، أي إذا نبت واسود، فحينئذ يعتمر، لأن من واجبات العمرة الحلق أو التقصير، ولا يكون ذلك بدون شعر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف. فإذا كان بين العمرة والعمرة شهر أو نحو، فهذا لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله. وأما ما يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر العمرة كل يوم، فبدعة منكرة ليس لها أصل من عمل السلف. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة وبقي فيها 19 يوما، ولم يخرج يوم من الأيام إلى الحل ليأتي بعمرة. وكذلك في عمرة القضاء أقام 3 أيام في مكة ولم يأتي بعمرة كل يوم. ولم يعد عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنكر من ذلك أن بعضهم إذا ثمر عن العمرة الأولى حلق جزءا من رأسه لها ثم تحلل، فإذا ثمر الثانية حلق جزءا آخر ثم تحلل، ثم يرفع رأسه على قتل العمر التي كان يأخذها. وقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق شطر رأسه بالنصف وبقي الشطر الآخر وعليه شعر كثيف، فسألته لماذا؟ فقال إني حلقت هذا الجامد لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. وهذا يدل لا شك على الجهل، لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه من القزع المنهي عنه. ثم ليس هو نسكا، أعني حلق بعض الرأس وترك بعضه ليس نسكا يتعبد به لله، بل هو مكروه. ولكن الجهل قد طبق على كثير من الناس نسأل الله العافية، وله سببان. السبب الأول قلة تنبيه أهل العلم للعامة في مثل هذه الأمور، وأهل العلم مسؤول عن هذا. ومن المعلوم أن العامية لا يقبل قبولا تاما من غير علماء بلده، فالواجب على علماء بلاد المسلمين أن يبينوا للعامة في أيام المناسبات في قدومهم لمكة ماذا يجب عليهم وماذا يشرع لهم وماذا ينهون عنه حتى يعبدوا الله على بصيرة. أما السبب الثاني فهو قلة الوعي في العامة وعدم اهتمامهم بالعلم، فلا يسألون العلماء ولا يتساءلون فيما بينهم، وإنما يأتي الواحد منهم يفعل كما يفعل العامة الجهال، وكأنه يقول رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، وهذا خطأ عظيم. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يتفقه بأحكام الحج والعمرة على يد عالم يثق به حتى يعبد الله على بصيرة. وإنك لتعجب أينا عجب أن الإنسان لو أراد أن يسافر إلى مكة مثلا فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن الطريق، أين الطريق الموصل إلى مكة؟ أين الطريق الأمثل من الطرق حتى يسلكه؟ لكن إذا أراد أن يأتي إلى مكة لحج وعمرة لا يسأل كيف يحج ولا كيف يعتمر، مع أن سؤاله كيف يحج وكيف يعتمر أهم، لأنه سؤال عن دين وعن عبادة. الذين يريدون الحج نقول لهم ابحثوا عن أحكام الحج قبل أن تحجوا، كونوا صحبة مع طالب علم يبين لكم ويرشدكم، استصحبوا كتبا تبحث بالحج والعمرة من العلماء الذين تثقون في علمهم وأمانتهم وديانتهم. أما أن تذهبوا إلى مكة وواحد منكم فراغ من أحكام الحج فهذا تهاون وتساهل. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.